اهلا بحضراتكم مره ثانيه. وانا بتكلم في بدايه الحلقه عن الدور قبل النهائي في الدوري الافريقي، قلت لكم ان انا تابعت ماتش الوداد والترجي امبارح في كازابلانكا، واللي انتهى بفوز الوداد على الترجي بنتيجه 1-0. هدف كده يعني، هي كره عرضيه، اللي ما شافش الماتش كره كروس ملعوب من هشام بوسفيان خدع الجميع. يمكن مشاركه مهاجم الوداد ومدافع الترجي في الكره خلت بن شريفيه يتلخبط وما عرفش يقدر الكره كويس، والكره دخلت جول، وده كان هدف المباراه الوحيد. لكن السبب الرئيسي قبل ما اتكلم يعني كوره، وانا هتكلم مع حضراتكم لانه في النهايه يهمنا نتابع، لانه منافس لغايه دلوقتي محتمل. السبب الرئيسي من وجهه نظري في مكسب امبارح للوداد هو جمهوره، جمهور الوداد عظيم امبارح، وما عنديش شك ان جمهور الاهلي اللي هيحضر ماتش الـ قبل النهائي يوم الاربعاء ان شاء الله في مواجهه سان داونز هيكون اعظم، وهيكون واحد من اهم اسباب تفوق الاهلي على سان داونز ان شاء الله. امبارح يعني طبعا وصلت التقطيع اللي حصلت في فرقه النادي الاهلي بشكل عام وفي مارسيل كولر ومحمد شناوي بشكل خاص، بالنسبه لي كانت علامه استفهام. في الوقت اللي ممثل المصري الوحيد في البطوله كان المفروض ان احنا نبتدي نشتغل على الناحيه المعنويه ونشحن البطاريات، ننتقد ونحط ايدينا على الاخطاء، دي قصه. لكن انك انت تتحول 180 درجه من واحد من الناس اللي بتشيدوا بمارسيل كولر وبتشيد بمحمد الشناوي وبتشيد بفرقه الاهلي 180 درجه، انه الكل لا يصلح وان الكل فشل في الاختبار، اعتقد انه ده شيء ما كانش يصح ولا يليق باي شكل من الاشكال. اكتر ما هتكلم على ماتش امبارح يهمني كمان اتكلم على المواجهه اللي جايه المنتظره، واللي وصفتها بانها نهائي مبكر مع الكابتن الكبير عادل طعيمه اللي بيشرفني النهارده في السادسه. مساء الخير يا كابتن عادل. مساء الخير يا احمد. اسمح لي قبل ما نتكلم كوره بس اقول يعني لكل الاهلاويه، لانه النهارده في حفل تقابين لواحد من الاسماء الكبيره جدا والبارزه جدا في تاريخ النادي الاهلي، واحد من ابرز اسماء لجنه الحكماء الحاج تاسيل هواري، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. النهارده النادي في فرع التجمع بيقيم لي حفل تقابين، ويمكن كابتن خطيب حتى كان يعني يمكن ظروفه أثناء رحلة علاجه في باريس ما سمحتلوش أنه يحضر للقاهرة لتشييع الجنازة بتاعته، لكن أو المشاركة يعني في تشييع جنازته، لكنه كان عنده إصرار كبير أنه يقطع البرنامج التأهيلي بتاعه في دبي ويجي من دبي عشان يحضر حفل التقابين النهاردة لاسم طبعا الحاج تيسير الهواري. بالتأكيد طبعا يمكن تعاملت معاه او تواصلت معاه عن قرب، وبالتاكيد طبعا اسم كبير جدا وصاحب تاريخ كبير جدا داخل النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه هذا الرجل من اللي بيعمله دايما في الظل حبا في النادي الاهلي، مش بالكلام ولكن بالفعل، ولا يظهر اطلاقا للشاشه ولا لاي موقف، من اكبر الناس اللي موجودين في لجنه الحكماء اللي دايما بتخطط للنادي الاهلي في القرارات المصيريه، بيدعم النادي الاهلي في كل المجالات سواء ماديه او ادبيه او استشارات او مواقف، ازاي بيقف ورا النادي الاهلي. واعتقد الاجيال كلها اللي موجوده يمكن ما تعرفش مين تيسير الهوار، لان في جنود مجهولين كده كابتن عادل، وفي ناس ما بتحبش تشتغل يعني عشان الشو او عشان اللقطه زي ما بيقولوا يعني. هذا الرجل بيشتغل لله، بيترجم في حاجات كتير. هذا الرجل بيشتغل لوجه الله، يعني مش عايز لا حاجه في الدنيا ولا عايز مناصب ولا عايز حب في النادي الاهلي، ويتعامل في القصه ديت بتواضع رهيب جدا، بامكانيات عاليه جدا، ودعم كبير جدا، ولا حد يعلم عنه شيء. طبعا بعد وفاته الناس ابتدت تعرف الراجل ده يعني كان قد ايه كان بيساند النادي الاهلي، وقد ايه الراجل ده هنفتقده، ولكن ان شاء الله هو عند رب كريم طبعا ان شاء الله في الفردوس الاعلى باذن الله. في مواقف شخصيه جمعتك بيها يا كابتن عادل؟ والله دايما في الاحتفالات، وكان دايما يسال دايما على اللاعبين ومين اللي صاعد ومين اللي شايف اللي ممكن هيبقى في مكانة معينة، وطبعا دايما باستمرار تحس ان قلبه مع كل فرقة من فرق النادي سواء كورة او في كل الالعاب، لكن يعني مش عايز اخوض في حديث معاه اكتر من كده، لان هو الراجل ده بصراحة ليه مواقف ربنا وحده اللي يعلمها. ايوه، واحنا مش هنقول ايه المواقف ديت، لكن
هو ثوابه ان شاء الله هياخده من ربنا ان شاء الله. عموما يعني مش بس لاسم الحاج تأثير الهواري، لكن عموما يعني الملف ده بالنسبه لادارات الاهلي المختلفه بتشوف انها بتتعامل فكره تكريم الرموز وفكره يعني مش هقول رد الجميل، لانه في النهايه انا عارف انه كل حد من الناس اللي خدمت النادي الاهلي او اشتغلت عشان اسم النادي الاهلي كانت بتعمل ده بدافع الحب والانتماء اكتر منه بدافع الواجب. مظبوط؟ ما هو زي ما بيقول الكابتن الخطيب، هي العمليه عيله. ايوه. هل في العيله لما لا قدر الله بتفقد حد من اسرتك او من اسرتي، او يعني الوضع الطبيعي ان كل مجلس اداره وكل جيل بيجي بيسلم اللي قبليه، لان دي عيله. فالعيله صحيح. دي اي حد بيبقى بيصيبه فرح او بيصيبه اي حاجه او اي مكروه كل الناس بتقف معاه. على مدى الاجيال دايما الرساله بتوصل ان احنا دايما عيله، والعيله دي دايما اصولها وجذورها في الارض لسبع سما ولله الحمد هتبقى الى مدى الدهر باذن الله تعالى. صحيح. طيب نفتح معاك ملف الاهلي وسان داونز. ناس كتير زعلانه، مش زعلانه من النتيجه، انا قلت في اول مباراه اللي ما شافش المباراه وعرف ان النتيجه انتهت او الماتش خلص بنتيجه 1-0 لصالح سان داونز ممكن يقول لك تمام جدا قادرين نعوض والنتيجه كويسه جدا الاهلي يعملها قدام سان داونز في النهايه. يعني خلينا بقى متفقين، سان داونز واحد من اقوى فرق الافريقيه، لم يكن هو مع الاهلي يعتبر القوه العظمى في الوقت الحالي. فناس كتير ممكن تقول لك والله نتيجه كويسه ونقدر نعوض، لكن يمكن استياء الناس شويه من مستوى او الشكل اللي ظهر بيه النادي الاهلي. في ناس كتير جدا تقول ان ده ممكن يحسب لمارسيل كولر، وانه مارسيل كولر لو كان لعب زي ما الناس كانت عايزه كانت ممكن النتيجه تبقى اكتر من كده بكتير. وفي ناس تانية شايفة انه الاهلي كان يقدر لو ظهر بشكل افضل يحقق نتيجة افضل من خسارته بنتيجة 1-0. رأيك كابتن؟ انا سمعت مقدمتك فبرضو على طول الذاكرة بترجعني لموسيماني. موسيماني اول ما جه بطولات وكاس عالم مرتين والبرونزية والاخره، ويروح البرونزية ب 14 لعيب كاس عالم وياخد القضية وياخد البطولات دي كلها، وبعدين علشان اضرب في النادي الاهلي او مضرب في موسيماني، ابتدينا نشكك في موسيماني علشان الراجل يزهق ويمشي، وبعدين يبقى انالنا الناس اللي هم الناس يعني الطيبين يعني يحاولوا هم بقدر الامكان ما يبقاش في استقرار مع المدير الفني ونجيب مدير فني جديد وهكذا. لحد لما فعلا وصلنا لمرحله ان الراجل خلاص يعني ما كانش عنده قدره انه يكمل. لانه بيلعب قعد سنتين ما بياخدش يوم راحه يعني على طول. وبعدين برضو نرجع ونكرر، كولر عمل ايه؟ 5 بطولات في اقل من سنه، في 10 شهور. هنبتدي نعمل ايه بقى لما يخفق في ماتش وما خفقش ولا حاجه؟ ايوه. بس هجي لك في الكلام يعني في علامات استفهام لازم لازم ترد لنا يعني الجمهور عنده اسئله محتاجين كابتن عادل برضه يا اخي. انا حكيت لك قبل الهوا في محطه بنزين لقيت راجل بيمول لي العربيه، وبعدين بيقول لي يا كابتن ماتش كذا انا كنت هجري لي كذا، ولقيته بيحلل الماتش راجل كانه احسن من اي محلل. بنقول للجمهور بتاعنا وانت بتبني عماره، هل ينفع تبني عماره من غير اساس؟ ينفع؟ لا طبعا. العماره تقع ولا ما تقعش؟ تقع. طيب هل الراجل اساسا عشان تقع؟ طيب انا باخدها واحده واحده كده. هل ينفع ان فرقه كوره ما تعملش فتره اعداد؟ الراجل يوم 28، انا قلت الكلام ده قبل كده وبعيده تاني مره عشان اللي ما سمعش يسمع. الراجل سافر يوم 28. ايوه. يوم 4 14 لعيب مش معاه، يبقى خد كام يوم؟ بس راح النمسا كابتن عادل وعمل معسكر اعداد مرحلتين، مرحله هنا ومرحله في النمسا، صح ولا لا؟ لا هو سافر جمعوا يوم للكشف وسافروا 28. ما اتمرنوش هنا. سافروا 28 يوم 4 كان 14 لعيب مش موجودين مع سواء اللي راحوا مع فرقهم او منتخب اولمبي او منتخب قومي، وبعدين رجع المنتخب خد اللعيبه مرتين اولمبي. أيوة. وبرضه لدرجه ان في احد الماتشات المهمه اعتقد سيمبا قبل 48 ساعه كانت اللعيبه مش معاه. انا هدرب اللعيبه بايه؟ هو جه على ظروف اصعب من كده السنه اللي فاتت والاهلي لعب. لا ما كانتش اصعب من كده. أيوة. وبعدين ما انا بقول العماره مش هتطلع، هما الناس بيجي لها صليبي ليه وبيجي لها غضاريف وبيجي لها اصابات قويه ليه؟ لان الاربطه الشغل العضلات والجهاز العصبي والجهاز العضلي وكل الاجهزه بتاعت الجسم الانسان ما خدتش الفتره اللي هو المفروض ياخدها 3-4 اسابيع
مهمين جدا علشان الموسم بتاعي الطويل المرهق يبقى اللعيب واقف على حيله. ما ينفعش ابدا ان انا ادي مبررات سلبيه، ما ينفعش. اللي انا بقوله ده علم بس وشغل. بس اللي احنا شفناه امبارح كابتن عادل ممكن ما يبقاش مرتبط بده قوي، يعني ومش بس ماتش امبارح، انا مش عايز افتح في القديم كتير، لكن يعني الناس رابطه شكل الاهلي قدام سان داونز بالماتشين بتوع سيمبا هناك وهنا، الماتشين او ثلاث ماتشات دول مع بعض الجمهور حاسس ان هما بيقولوا في حاجه غلط، في حاجه مش الحاجه الغلط مزمور. ان انا ما عملتش فتره اعداد، ادي حاجه. الحاجه الثانيه الماتش سيمبا هناك انت مضيع 7-8 اهداف. الراجل لما تعيد الاهداف اللي رجعت او اللي ضاعت هتبص تلاقيها كلها منوعه من اليمين، عرضيات من اليمين ومن الشمال، اختراقات من العمق، تسديد، الى جانب الجزئيه الثانيه وهي ان معنويات اللعيبه، في لعيبه تبقى جايه من المنتخب يا اما ما بيلعبش يا اما بيلعب ومرهق. فالراجل مثلا محمد عبد المنعم يروح مريحه علشان لسه راجع من المنتخب من ماتش الجزائر. في امور كلها حاجات ما بيفهمش فيها الا الفني. يعني الراجل الفني انا ما ينفعش ابدا احكم على مدرب من خلال لعيب ما عملش فتره اعداد. فتره اعداد بنقول هل ينفع عماره تتبني من غير اساس؟ الماتشات الثلاثه اللي اتعملت، الماتشات دي جايه بدري. طب والخمس بطولات، الماتشات دي جايه بدري من وجهه نظر، يعني فكره المواجهات القويه مع سيمبا ومع سان داونز جت بدري على الاهلي، كان لسه شويه مفترض. يعني احنا لعبنا في الدوري، ولعبنا في قبل نهائي الكاس، ولعبنا اتنين في تمهيد دوري الابطال. هل شايف انه الاهلي ما وصلش بالكيرف انه يبقى جاهز للمواجهات او المنافسات الصعبه؟ هو الراجل واخد فتره الاعداد واخدها بالتدريج من خلال ماتشات رسميه. يعني انا فتره الاعداد بتاعتي هو شغال فيها دلوقتي. ايوه لانه هو ما عملش ما بيشوفش اللعيبه. يعني هو النهارده عندك يوم الاربع ماتش مهم جدا. طب وبعدين؟ ايوه هيمرن اللعيبه امتى؟ هيصلح اخطاء امتى؟ مفيش. النهارده جايين الفجر ولا جايين الظهر؟ جايين الصبح، جم الصبح وصلوا بالسلامه و الحمد لله على السلامه. وبعدين عليهم. وبعدين؟ ايوه بكره الاثنين ريح، وبكره تمرينه رئيسيه و مفيش رئيسيه. يعني هي تمرينه مش رأسية، ده تمرين خفيف علشان هيخش معسكر عشان يلعب يوم الاربعاء، وبعدين عامل 20 ساعة سفر. ف يعني الطيارة نزلت ترانزيت في كينيا اعتقد في نيروبي، وبعد كده كملت لمصر. اذا احنا هنقول ان كولر بقى يعني راجل بقى يعني خلاص بقى راجل مش كويس او راجل لا مش قصة. لا طبعا بص يا كابتن، مفيش مدرب، مفيش مدرب. هكمل كلامي بس يا سمير. يعني هنقول مثلا ايه، اصل الراجل مش عارف ما لعبش فلان، اصل لعب فلان. هل انت كنت قاعد معاه في المعسكر او في التدريب وعارف فكر الراجل ده ايه؟ ما الراجل بيطلع في المؤتمر الصحفي بيتكلم كلام واقعي جدا، وبيتكلم كلام علمي، بيقول لك في الوضع الفلاني، احنا بنلعب فلان عشان فلان، وبعدين بيتكلم بموضوعيه وبامانه شديده. انا راجل مسؤول عن فرقه، الفرقه دي انا مش عايز اكسب، عايز اكسب. انا شايف ان في المراحل ديت لابد ان في حاجات معينه انا بعملها علشان اقدر استمر واخد البطوله. الراجل ده لما جه واتغلبنا 5-0 من سان داونز، 5-2 يا كابتن، 5-2 اسف. طيب لما اتغلبنا 5-2 ايه اللي حصل؟ على فكره 5-2 نتيجه ما كانتش تعبر عن سير اللقاء، بس هو طبعا التاريخ ما بيفتكرش الارقام في النهايه. ادي نقطه. لعبنا مع كولر، لعبنا مع كولر ماتشين قدام سان داونز، واحد هنا في القاهره انتهى 2-2، وكنا الاقرب للفوز، بل ان احنا كنا فايزين واهدرنا، يعني ما عرفناش نحافظ على الفوز وضيعنا ركله جزاء، وهناك الحقيقه 5-2 وضيعنا كم كبير جدا من الفرص. يعني طيب احنا يعني الراجل النهارده حتى ماتش سان داونز اللي اتغلبنا فيه 5، ايه اللي حصل؟ برضو قبل ما نسافر كان الرابطه او اعتقد اتحاد الكوره كان ملاعبنا ماتش اظن يوم الثلاث، واحنا هنلعب اظن السبت. يعني ما بيحصلش الكلام ده هناك في سان داونز، كان مديل لهم اسبوع راحه. يعني حتى انت اتغلبت برضه بظروف غير طبيعيه. ايوه انما سان داونز عمره ما يكسبك ابدا في ظروف طبيعيه. طب اكلمك 90 دقيقه، عايز ادخل معاك في 90 دقيقه شويه. واحد، هل كان في الامكان افضل مما كان؟ يعني انت هل بتشوف انه قرايه كولر للماتش طبعا مختلفه تماما عن قرايته سان داونز؟ مش جديد عليه، فريق لعبه، مكوينه مش مدير فني جديد عليه،
لعبه، عارف امكانيات اللعيبه، عارف امكانيات الفرقه، عارف شكل ادائهم، عارف شخصيه الكوره بتاعتهم، وعارف انه بالتاكيد سان داونز عايز يحقق فوز بنتيجه كبيره في 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 في, في بريتوريا عشان يجي القاهره هنا مرتاح. هل بتشوف انه كولر اختار طريقه اللعب الانسب لمواجهه سان داونز في بريتوريا؟ هو احنا لما اتغلبنا 5-2 في سان داونز في جنوب افريقيا، مين اللي خد البطوله؟ احنا. يبقى الراجل بيشتغل علمي وبيشتغل بفكر عالي، ما هوش هوائي. ايوه، ما بيلعبش ماتش بماتشه. اداره النادي ولجنه التخطيط والكابتن محمود ما بيحاسبش بالقطعه، لما ياخد البطوله وياخدها منين؟ من الوداد في الوداد، ويعمل احلى كوره واحلى ماتشات، ويروح كاس عالم انديه ويلعب احلى كوره. الهوجه دي عشان الراجل يمشي. ايوه، وماتش اتغلب 1-0، مش حد بيفرض نعيد حاجة الماتش على اداره النادي يا كابتن. هم ما بقولش ان حد هيفرض يا يعني اخي، يعني ما حدش، انا ما بقولكش ان هو هيفرض، هو بيحاول. هو نجح مع موسيماني ولا لا؟ نجح مع موسيماني ان انت افضل كل يوم خبط اخبط 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 وتخبط في الراجل. طب لو لا معلش، سيبك هنتكلم فني، هتكلم معاك فني. سيبك هو انت تعتقد ان جمهور النادي الاهلي حتى لو زعل من كولر بسبب ماتش ممكن يكون عنده رغبه في رحيله؟ اوعى تفتكر ان انا بتكلم على جمهور النادي الاهلي. ما انا ده اللي انا بقوله، بس لا، اللي بيضرب اللي بيضرب مش جمهور النادي الاهلي. ما انا فاهم طبعا. عشان قلت لك الراجل بتاع محطه البنزين بيقول لي ايه. ايوه، بيقول لي كذا وفي كذا، بس هو بيقول ده عشان يوصل ده لجمهور الاهلي. يعني اللي بيتكلم في التراك في السكه دي، او اللي يعني هدفه في النهايه انه يبقى في غضب. يعني كان بيضرب في موسيماني كان الجمهور النادي الاهلي؟ لا طب ده كان بيعشق موسيماني. طب وكولر الناس يعني بتعشقه ولا بتعشقهوش؟ بنشوفه بتنده عليه، عمرك شفت الجمهور بينده على مدرب يروح ويسلم عليهم؟ طيب الراجل ده لما بدات المباراه اول ربع ساعه ايه اللي حصل؟ كنا بنضغط وكنا ممكن نجيب جول، مش حصل؟ ضغطنا من البدايه والجول اتقطعت بعد تاو راح ضغط على الجول، راح لعبها للباك، راحت رايحه اوت. مظبوط. عمليه الضغط دي كان بيعمل ايه الراجل؟ اللي بس بيفكر ويعيد الماتش بالراحه كده اول 10 دقائق او ربع ساعه، انت بتعمل ايه؟ بتعمل عمليه الضغط من البدايه علشان ما يطلعش كره سليمه، وفي نفس الوقت بيضيق مساحات. ومجرد ما عمل الضغط مره واثنين وثلاثه، هو برده عامل حسابه، عامل حساب الاكسجين، وعامل حساب الارهاق، وان والماتش اللي جاي يبتدي يعمل تضييق مساحات. فبيرجع من تلتين الملعب، تلتين الملعب كنت بتلاقي خط الظهر بتاع سان داونز بيعمل ايه؟ يفضل واقف على الكوره مش عارف يعمل ايه، يمين وشمال. طبعا جبهه علي معلول كانت مقفوله، اللي كان فيها نوع شويه كان ان الجبهه الشمال اللي هي اليمين بتاعتنا تاو كان مكسل شويه في عمليه الجانب الدفاعي. ايوه، هاني اللي كان بيحاسب على الفاتوره لوحده امبارح. مش كده برضو ولا صحيح؟ صحيح. طيب وبعدين انت هم ليهم فرصه او كره الشناوي طلعها من تحت العارضه، ليهم هد شناوي شايله، وليهم كره عدت من ربيعه استقبلها على صدره بس طولت والشناوي طلع. طيب الناس يعني بتقول ان الكره دي كوبي بيست الكره بتاعت النجم الساحلي بتاعت ياسين الشيخاوي اللي كسبونا بيها في طول. هل دي مهاره منهم ولا كان خطا مننا؟ يعني مفروض ان انا ايوه المفروض ان انا كسردباك مفيش جون مش هيجي نتيجه اخطاء يا كابتن عادل. ما علشان كده الفرق الكبيره دايما اخطائها بتبقى اقل. انت بتاخد بطولات من ايه؟ ايوه، اخطائك اقل والفرص اللي بتجيلك بتجيبها. مظبوط، مش كده؟ صح. طيب انا لما اكون كره عاليه جايه لي عاليه، لابد الراجل يبقى قدامي مش ورايا. لا ورايا ولا قدامي، ما هو قدامي بدماغه زي اللي حصل. ايوه، والشناوي طلعها. المفروض ان انا السردباك يبقى الراجل جنبه هنا، وبعدين عينيه بتبقى متوزعه ما بين الكوره وما بين الراجل ده، زي ما انا باصص لك دلوقتي وشايف الكوبايه. شايف الكوبايه وشايفك. دي عمليه لما بتكوتش فرقه وتكون بتلعب مع فريق في لعيبه كوره مهارات يعني امكانيات يا كابتن عادل كتير، بتفكر تواجهه ازاي؟ يعني بتفكر توقف له زون نص ملعب، تضيق المساحات عليه؟ يعني انت بتتكلم على كواليتي كوره دي للناس دي هاله كبيره جدا. بطولاتهم قد ايه في ولا حاجه؟ هي بطوله دوري ابطال مره واحده، مدين لهم هاله ضخمه جدا على ما فيش. هم لعبوا علينا ماتش كبير يا كابتن عادل. امتى امبارح؟ امبارح.
لا 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 لا، كلام فني. لا فني لا. انت شايف انه امبارح هو بيحصل ايه؟ عمليه استحواذ. ده مش الاهلي اللي احنا عارفينه. خطوره. ده مش الاهلي اللي احنا عارفينه يا كابتن عادل. الاهلي مش عارفينه، لان احنا بقالنا اربع خمس ماتشات فقط. ودايما في لياقه المباريات، وانا مش عامل فتره اعداد. لابد استنى ست سبع ماتشات علشان لما الفرقه تقف على حيلها وكل الناس تبقى واقفه على حيلها. ده مش دفاع عن حد، ده دفاع عن النادي الاهلي وعن كولر. وانت بتسمع تشكيل المباراه، شفت انه ده التشكيل الامثل اللي اختاره مارسيل كولر؟ انا عارف طبعا بالذات نقطه التشكيل دي ما حدش ممكن يتكلم فيها مع المدير الفني، لانه اكتر حد عايش وشايف وعنده كل التفاصيل المتعلقه بكل اسم في الفريق، ومفيش مدير فني مش هيختار من وجهه نظره ال 11 الافضل، لكن الجمهور وهو بيتفرج بيبقى ليه اراء ثانيه. عمليه الاستحواذ يعني، وبرضه ده مش جمهور النادي الاهلي عشان تبقى فاهم. جمهور النادي الاهلي عارف ان انت الراجل رايح هيبقى فيه استحواذ، وانا هضيق مساحات وهبتدي العب على المرتد. هو عامل حساب المباراتين، المباراه اللي فاتت واللي جايه والمباراه اللي جايه، وليها جنودها سواء هنا او هنا. ادى الناس معينه امبارح 90 دقيقه. هل هيلعبوا الماتش اللي جاي؟ ما اعرفش. لا انا بقول لك إيه؟ انا بقول لك اهو احنا مع بعض ان شاء الله. دول يعني الثلاثه اربعه منهم مش هيكونوا موجودين، لعبوا الماتشات كامله. ما اعتقدش ان هيديهم، هيبتدي فيه ناس بدائل. لو طلع رضا سليم الماتش اللي فات. طب هقول لك حاجتين الناس قالته وانا ميال ان انا اتفق مع الناس. لو انا كنت هلعب بالطريقه دي وهرجع 70 دقيقه او 75 دقيقه من الماتش ابقى بلعب في نص ملعبي وضايق مساحات واحاول اعمل كاونتر اتاك، ليه ابتديت بصلاح محسن؟ ده نمره واحد. بما ان انا وليه غيرت صلاح بموديست؟ بما ان انا مش عارف اوصل او مش عارف العب عرضيات، وموديست مش هيعمل حاجه الا جوه الصندوق، يعني ما تتوقعش من موديست ان يبقى بتاع تحولات وسرعات والى اخره. ليه لعبت بصلاح وليه بدلته بموديست؟ وليه ما ابتديتش بكوكا ومروان وديانج وقدامهم قفشه ورضا والشحات مثلا، او رضا وتاو، او الشحات وتاو؟ يعني ما لعبتش براس حربه صريح، بما انه انا بلعب على فكره الكاونتر وبلعب على فكره ان انا انزل نص ملعبي واقابل في نص ملعبي. هنتكلم فني. يعني سؤال وجهه نظره، سؤال وسؤال منطقي. وجهه نظره. انت حسيت بصلاح محسن امبارح؟ يعني احنا مش عايزين. لا ما اقصدش، مش عايزين نزعل صلاح مننا. ممكن صلاح في ماتش، على فكره صلاح في مباراه موسيماني اللي كسبنا فيها سان داونز 2-0 هنا كان نجم المباراه، وكان سيناريو شبه اللي احنا شفناه في بريتوريا امبارح مباراه العوده هنا في القاهره. وجهه نظر احمد. انا بتكلم على التكتيك ده ممكن ما ينفعش فيه لعيب زي صلاح، لكن هنا ممكن صلاح جدا يبقى نجم المباراه. يعني من وجهه نظر الناس اللي بتقول الكلام ده، وجهه نظر ما هي السليمه. ايوه الراجل كان بيلعب ليه قفشه في ماتش زي ده؟ قفشه في ماتش زي ده مش بتاعه. انا بقول كده يعني، ده من وجهه نظري، على الرغم ان طبعا انا من 73 بشتغل في التدريب. من سنه 73 لحد قريب بشتغل في التدريب، فانا ما اقدرش ان انا اقيم وانقد كولر الا في حاجات بسيطه جدا من وجهه نظري. لكن بقول ان وجهه نظره انه بيلعب قفشه علشان في الكرات المرتده صلاح عنده سرعات يقدر قفشه يوصله بكوره. ممكن قفشه لو الكوره وانا بضيق مساحات راحت لقفشه، صلاح بيجري يروح عاملها له. دي وجهه نظره. هل اللعيبه نفذتها؟ دي قصه ثانيه. انا ما حضرتش المحاضره. معاك لكن جدا. انا بقول وجهه النظر دي وجهه نظر محترمه جدا، وجمهور هيبقى تلاقيه عارف. ايوه موديست لعبه في الفتره الاخرانيه، الراجل عايز يوصله، لانك انت بعد الدوره ديت داخل على دوري ما عندكش راس حربه الا صلاح وموديست. طب كهربا كهربا مش هيلعب دوري. انت كان في الدوري. ما ترجع على دوري. تمام، فعايز يجهزه يعني. فبيجهزه بينزله ربع ساعه في ثلث ساعه علشان يحاول يجهزه. أيوه. ده فكر الراجل مدرب. هل ده صح او غلط؟ من وجهه نظري انا كنت بقول ان يعني قفشه مفروض ان هو ماتش زي ده محتاج قوه، محتاج التحامات، محتاج الكره السريعه، ما فيهاش بطء، مش محتاجه تحضير كتير، لان هم بيضغطوا، ومجرد انا ما اضغط عليك الاقي الكره مش معاك، دي كانت بتبقى مهمه جدا. فكنا ساعات بنمسك في نص الملعب الكوره زياده شويه، واللي جه منها الهدف يعني كره مروان مسكت زياده. فكره التحول يعني في النهايه
اي مدير فني يلعب جيم دفاعي على كابتن عادل بصرف النظر عن ظروف المباراه وبصرف النظر عن المنافس، يعني اذا كان هو خطته انه ديفنس ثم ديفنس ثم ديفنس بالتاكيد عنده تصور انه لما هقطع بقى هعمل ايه، يعني هلعبها ازاي. طب هو الراجل، هل احنا حضرنا المحاضره بتاعته؟ نسال كده اللعيبه. احنا التحولات ما كانتش عندنا يعني الجبهه للشمال بتاعتنا كانت مشكله خطوره ولا لا؟ الراجل الباك رايت اللي كان ماسك رضا سليم ايه اللي حصل؟ فاول ثم فاول طرد مش كده؟ مره كوع والثانيه بعدها كوع، ده المفروض طرد، وبعدين في واحده ثانيه بالستارز بتاع الجزمه بالستارز في رجليه. الجبهه الثانيه ممكن ان انا انقد كولر في الحته دي. اتوقع المدير الفني بتاع سان داونز ان عارف انه تاو هيعمل ايه؟ انه تاو خطر، فكان لما الكره بتجيله في اثنين ثلاثه بيلعبوا عليه ثلاثه اربعه كمان مظبوط دايما. انا المفروض بقى كولر اذا انا عايز العب تاو ما العبوش في الحته دي، العبه بقى كراس حربه او ناحيه الشمال، ويبقى اي يبقى حسين الشحات، يبقى حتى لو انت عايز تلعب صلاح تبقى تلعبه على الطرف. يبقى انت في الوقت ده قريت المدير الفني اللي قدامك، وفي نفس الوقت انا تاو ده في على طول الكره هتجيله، فانا متوقع ان تاو هيلعب في الحته دي. أي. فلما الاقي الثلاثه تاو مش موجود يحصل لهم ايه؟ يبقى في خلل. حتى اثناء المباراه لما يبقى الثلاثه بيروحوا على تاو وبعدين انا اغير مكانه برضو، دي هتبقى نقطه ايجابيه في حقنا. الا جانب طبعا كولر كان بيعمل حاجه جميله جدا السنه اللي فاتت، كان بيلعب 4-3-3، الثلاثة اللي في النص كانوا كلهم بيقوموا بأدوار دفاعية وهجومية بالتوازن. فتبص تلاقي حمدي فتحي، تبص تلاقيه جوه 18، ديانج تلاقيه جوه 18، اسمه مروان جوه 18، أي حد كوكا برضه جوه 18، أنت جوه 18 وفي واحد على 18 وفي واحد ما بين السرد باكين. فكان دايما بيلعب بالدور ده، والدور ده كان مؤثر جدا، والناس دي جابت أهداف وعملت أهداف. طيب خليني أسأل حضرتك سؤالين. أنت قلت لي إن أنت مدي سان داونز أكبر من حجمه. أنا مع فريق زي ده أكلمك بمنتهى الصراحة، أخاف جدا 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 من فكرة وجود مساحات في مباراة القاهرة. وهم عارفين إنه الأهلي هيلعب جيم ضاغط، عنده رغبة في أنه يسجل على الأقل هدف، هدف يحقق بيه التعادل إن لم يكن هدفين عشان نحسم بدري بدري. فبالتالي ده ما يعني أو من وجهة نظر رولاني موكوينا أنه الأهلي هيسيب مساحات، وهم عندهم قدرة، عندهم سرعات وعندهم مهارات وعندهم انتشار رائع من وجهة نظر. يعني إزاي أحيد الحتة دي وإزاي أجهز نفسي ليه، ومين ممكن في ماتش الأهلي اللي جاي يصنع الفارق من وجهة نظر كابتن عادل طعيمة؟ هنسمع رد كابتن عادل بس بعد فاصل سريع كابتن عادل، ونرجع نكمل كلامنا. مرة تانية برحب بحضراتكم وبأكد بس قبل ما أرجع لحواري مرة تانية مع الكابتن الكبير عادل طعيمة أنه ماتش الأربعاء إن شاء الله هيسمح بدخول 50,000 مشجع في استاد القاهرة، ورهاني كبير جدا جدا على جمهور النادي الاهلي العظيم في المباراه دي. بالتاكيد هيكون ليه دور، وبالتاكيد زي ما عودنا هيكون اللاعب رقم واحد. هرجع لسيناريو المباراه، بس خليني اقول لكم اللي قلته في الفاصل كابتن عادل، وابتدي بيه كلامي مره تانية وافكركم بالسؤالين اللي قلتهم ليه قبل الفاصل. كنت بقول لكابتن عادل ان 90 دقيقه اللي جايه دي هي اهم واصعب 90 دقيقه في مشوار الاهلي في البطوله دي، وابقوا افتكروا كلامي كويس. مره تانية اهلا بيك كابتن عادل. اهلا. كنا بنتكلم على سيناريو 90 دقيقة اللي جاي، وكنت بقول لك انه يعني من وجهة نظري انه سان داونز واحد من افضل فرق بتلعب كرة في افريقيا، وفرقة ما ينفعش لا تسيب لها مساحات ولا تغامر معاها هجوميا بمنتهى الصراحة. ليه؟ عندهم تحولات سريعة جدا، عندهم لعيبة من وجهة نظري كويرة، يعني في لعيبة كتير في ال 11 اللي موجودين في الملعب كورتهم حلوة، لما بيجيله الكورة مفيش بانيك، بيعرف يتصرف بيها وبيعرف يثبت عليها وبيعرف يستنى واحد واثنين يظهروا له، عندهم انتشار هايل جدا. فبالتالي فكره المساحات مع سان داونز مقلقه جدا بالنسبه لي، ازاي اتعامل معاها مارسيل كولر؟ طبيعه النادي الاهلي دايما الطبيعه الهجوميه باستمرار، النادي الاهلي بيهاجم باستمرار على طول يعني.
يمكن علشان كده الناس يمكن زعلانه شويه من الماتش اللي فات انه الجانب الهجومي ما كانش زي ما قال في المؤتمر. بالظبط بالظبط. الجانب الهجومي ما كانش فيه الكثافه اللي احنا محتاجينها. فده مش طبيعه كره النادي الاهلي، لكن كولر من ساعه ما جه بيلعب عمليه الضغط مع عمليه سرعه الارتداد. فبيهاجم كويس قوي وبيدافع كويس قوي. الجنود بقى اللي هو المفروض عايزه، لما نفتكر كده بالذاكره افضل ماتشات لعبناها لما كان حسين الشحات وتاو بيعملوا ايه؟ شغالين في السبعين متر رايحين جايين، طبعا اللياقه البدنيه عاليه، وبعد ما كان الاثنين يعني الناس بتنادي لا ومش لا وبتاع، ايه اللي حصل؟ هم اهم لاعبين كانوا بيأدوا الواجب الدفاعي والواجب الهجومي. فطبعا ده بيخليك بتلعب باربعه خمسه واحد، وبعدين وانت بتهاجم بتبص تلاقي نفسك سبعه مع واحد ومع اثنين او ثلاثه في خط الظهر، فبتأدي الواجب الهجومي على اعلى مستوى، وفي نفس الوقت الجانب الدفاعي بمجرد ما الكره بتتقطع منك بتعمل عمليه الضغط. محتاج راس الحربه اللي بيلعب مع الاثنين اللي في المقدمه، وانا بضغط على الراجل المدافع بضغط ضغط جماعي وبشراسه مش بحلق. ما هو في فرق بين مان تو مان، ايوه، وفي فرق بين ان انا راجل شغال بحق في فرق انك بتضغط على اللعيب، وفي فرق انك بتقفل عليه زاويه التمرير. يعني انا بلاقي راس حربه كل معاه بتلاقيه بيروح متزحلق وطاير، بتشوفها انت في اوروبا. أيوة. وفي كل حته راس الحربه ده، يعني انا يعني كان عندي فراو ده كان بيوقف ثلاثة أربعة في خط الظهر ما حدش منهم بيقدر يطلع. يضغط هنا ويضغط هنا سبرنتات، دي اللي محتاجين نشوفها. مين اللي يعملها في الاهلي يا كابتن؟ كهربا يعملها. كهربا يعملها. كهربا يعملها، واي حد يعملها. أيوة. لو في اراده ولو في تعليمات ولو يبقى عارف فيه ويبقى فيه حساب على كل حاجه على كل كوره. وقبل الحساب انت وانت بتلعب كوره لابد يبقى في حاجه اسمها انا بستمتع وانا بادي. مش بادي اداء واجب. أيوه. انا بلعب بشتغل شغلانه جميله تديني دخل كبير، تديني سوكسيه، تديني هجوميه، تديني تاريخ، تديني بطولات، بتديني كل حاجه جميله. انا لازم اضحي في ال 90 دقيقه ديت ان انا لما بضغط، لما رضا بيضغط وكهربا بيضغط وتاو بيضغط او حسين الشحات او اي حد في المقدمه مع الثلاثه في نص الملعب ضغط جماعي. ما انا لو انا كسلت الراجل اللي انا مفروض معاه. انا ما سالتكش على حسين. هو حسين ليه ما نزلش؟ ما كانش ماتش حسين الماتش حسين الماتش اللي قبليه ما كانش في حالته. ما كانش في حالته. صح ولا؟ وبعدين مين عارف الراجل برضه مخلي حسين لفتره معينه الماتش اللي جاي. الماتش اللي جاي في ملعبنا برضه هيبقى محتاج له في اوقات معينه، ممكن يبتدي بيه، ممكن يخليه شوط تاني، ممكن يخليه في يعني الراجل ده احنا بنثق فيه كاهلي ولا لا؟ اكيد طبعا. بس اكيد طبعا اي اصوات تانية بقى لا 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 الناس اللي هي يا احمد في ناس ما عندهاش شغلانه غير ان هي تحاول انها تهاجم النادي الاهلي، ومن خلال المدير الفني انا اخبط في المدير الفني علشان انتصارات النادي الاهلي. ما اقدرش الومهم يا كابتن عادل. ما هو يعني انت بتشوفه كل يوم. لا يعني يعني خد بالك انه فكره انه الاهلي يبقى ناجح على كل المستويات، فكره انه الكوره في مصر تبقى اهلي وبس، فكره انه اللي بيلعب كاس عالم وبيقابل ابطال العالم وبيجيب دوري ابطال افريقيا وبيوصل نهائي افريقيا ويجيب سوبر بس ده طبيعي مؤلم لناس تانية مش قادره تعمل ده، فطبيعي ان هو عشان مش قادر يحصلك لازم يحاول يعطلك يعني، فاهم؟ او يصدر لك مشاكل. ما انت مش هينفع تبقى ماشي زي الاكسبريس كده طول الوقت والباقي كلهم حواليك ماشيين الكلام ده بيعرجوا. الكلام ده احنا ما بنشوفوش في الدنيا كلها. لا تشوفه هنا يا كابتن عادل. نشوفه احنا عندنا جدا. بس نتيجه ايه؟ حاسس كنا بنتكلم على المغرب بتعمل ايه الانديه بتاعتها، وبنتكلم على جنوب افريقيا بتعمل ايه الانديه بتاعتها. احنا العالم الثالث بتاعنا في في احيانا في الحاجات دي، بس عندنا بكثره شويه. أيوة. لما تلاقي واحد مثلا مبطل بقاله كام سنه وبتاع وكل يوم يطلع يشتم في الراجل او يتهكم على النادي او الى اخره. أيوة. طب ده نتيجه ايه؟ ده نتيجه حقد. الكوره ما فيهاش حقد. الكوره في انا النادي الاهلي باخد بطولات وبروح هنا قلد النادي الاهلي. النادي الاهلي عمرك شفته بيجيب سيرتك في اي موقف؟ أيوة. مفيش الكلام ده. فالراجل برضو نرجع في لا بس ده ذكاء. يعني في نوع في ناس من الذكاء انها بتحاول تستغل فكره استفزاز جمهور النادي الاهلي لتحقيق شهر. يعني انا النهارده لما اطلع اشتم في مارسيل كولر او اشتم في لعيبه النادي الاهلي او اهاجم اداره النادي الاهلي، عارف انه في ملايين جيوش مجايشه هتخش ترد عليا، هتحجبني وهتشتمني وهتهني وهتهزقني، مفيش مانع. بس التفاعل والترند والشهره اللي جايه من ورا التهزيق والشتيمه والهجوم ده هتاخدني واطلع لفوق.
والله دي مدرسة يا كابتن عادل. يعني الناس دول يعني ربنا بقى يحاسبهم، لأن أنا الراجل بيلعب بيهاجم كويس قوي، بيدافع كويس قوي، والراجل ما هوش راجل، ده راجل بيشتغل من أول يوم ما جه بيشتغل علمي. هل في إنسان مننا ملوش أخطاء؟ أحيانا بيبقى في بعض تفاهات بسيطة من وجهة نظري ومن وجهة نظر حد اشتغل في التدريب لفترة طويلة. أيوة. عشان أقيم الراجل ده لازم أكون اشتغلت فترة كبيرة على مستويات كتيرة جدا وعلى مستويات عالية عشان أقدر أقيم مدير فني. أيوة. إنما واحد ملوش مهنة وبعدين تبص تلاقيه بيقيمه. أنت بتقيمه على أي أساس؟ تلعب مين وما تلعبش مين؟ ما ينفعش. ما ينفعش. أنت بتخاطب ناس، الناس دي بتفهم والله. أيوة. الشارع طول ما انت ماشي في الشارع الناس لما حد بيتكلم او بتسمع حد من الناس اللي هي مثقفين والناس حتى اللي ساعات بيجيبوهم في القناه برأي الشارع بيقول ايه. حضرتك حاجه كابتن عادل، يعني في اوروبا مثلا هل ممكن نختلف على اسم زي اسم بيب جوارديولا؟ لا طبعا. يعني هل مش لما نقول ان بيب جوارديولا، مش هقول اعظم، هقول واحد من اهم او اعظم مديرين فنيين في العصر الحالي، حد ممكن يشكك في ده ويختلف؟ لا طبعا. وهكذا مثلا يورجن كلوب، بيب جوارديولا قعد قد ايه مع المان سيتي عشان يقدر يحقق الشامبيونز ليج؟ انت بتتكلم على السيتي اللي انت حضرتك وصفته النهارده انه واحد من اقوى الفرق في العالم، لسه محققها اخر مره السنه اللي فاتت رغم انه كل سنه بيبقى هو المرشح الاول ليها. اداره ليفربول مثلا مع يورجن كلوب رهنت على المشروع، في ابس اند داونز، في اوقات الفريق بيبقى مش مستواه، في اوقات تانية وصل للقب اوروبا وحقق البريمير ليج، ومع ذلك المشروع قائم ومستمر. وده ممكن يقيس عليه او ادي عليه امثله كتيره جدا، لكن هل الفكر ده او الاسلوب ده هم اللي بنتعامل بيهم هنا في مصر؟ ما بيتهيأليش لاعلام ولا لا. يمكن الجمهور انضج من الاعلام في الحته دي حتى. انا افكرك وافكر الجمهور، جوارديولا وبيمرن نادي بايرن ميونخ ولا برشلونه؟ بايرن ميونخ. بايرن ميونخ اتعاقدوا معاه وكان لسه فاضل 6 شهور. كان فاضل 6 شهور على عقده. أيوة. وهو بيشتغل مع بايرن ميونخ، مضوا معاه عقد ولسه فاضل له 6 شهور. قضى 6 شهور، شوف بقاله كام سنه مع التيم. النادي الاهلي ما هوش يعني، النادي الاهلي السنه دي عمل ايه؟ مع كولر اعتقد انهم مضوا 2 سنين كمان. مظبوط. ده النظام، نظام الاحتراف، النظام المحترم، الشخصيه دي اللي بيخليك تحترمه وفي نفس الوقت بتحبه وتخاف منه وفي نفس الوقت بيشغال بالعلم. يقول لك انت ليه بتغير في الدقيقه 65؟ يا اخي انا لا معلش هقف في التغييرات دي شويه، هقف معاك في التغييرات معلش اسمح لي. اتفضل. يعني فضل. احنا دايما بنحط جمهور الاهلي، ما بتكلمش على الماتش ده، انا بتكلم على كل الماتشات اللي لعبها. لا انا هتكلم على الماتش ده والماتش اللي فات. يعني هي فكره انه الناس بتسال في ماتش سيمبا اللي هنا مثلا، وكنا متوقعين ان الاهلي بعد ما حقق نتيجه 2-2 هناك هيبقى المباراه هنا الاهلي افضل، ورغم كده كولر لو بنتكلم على التغييرات يعني كولر ما غيرش الا تغيير وحيد بانتوني مودست اللي بالنسبه لجمهور النادي الاهلي ما هوش في افضل حالاته او ما هوش وصل للفورمه اللي تخلي كولر يراهن عليه، او على الاقل لو شايف انه مودست، انا بس بقول راي الجمهور، لو شايف انه مودست ياخد في الماتش ده ففي بالتاكيد في 3-4 اسماء تانيين ممكن ياخدوا قبل مودست. مفروض السؤال ده توجهه بقى لكولر تقول له انت ليه ما غيرتش؟ أيوه. لانه كل مدير فني بيبقى عنده برنامج. البرنامج ده انت وصلت فين للياقه البدنيه بتاعتك؟ احنا متفقين يا كابتن عادل، معلش انا اسف، احنا متفقين انه الرجل الوحيد صاحب القرار دي يعني ما حدش يقدر يناقش، الادرى بظروف اللعيبه اكتر حد في مصر عارف مستويات القايمه هو مارسيل كولر. يبقى نسيب الراجل يشتغل بقى. انا فاهم، بس انا بحاول ادردش معاك في اسئله الناس. نسيب الراجل يشتغل لان ده شغله. والإدارة النادي الأهلي واقفة في ظهره. أيوة. إدارة النادي الأهلي عارفة هو بيشتغل صح ولا غلط، والراجل ده لو بيشتغل غلط كان يمشي. الراجل ده عارفين إن هو عامل مشروع رائع، وبعدين الراجل ده بيستعين بخبرات وبيدفع بشباب وبيطلع شباب ولاد كويسين بيطلعهم إعارات عشان الموسم الجاي يرجعهم، إلى جانب إن هو بيختار عناصر معينة بشكل دقيق جدا. أيوة. ما بيكلفش، مش عايز، عارف لما يكون واحد خايف على البيت اللي هو فيه مش عايز يصرف حاجه زياده، علشان انا ممكن البديل اللي عندي ممكن مع الشغل ان انا اسكنه في الحته ديت. فالراجل تحس ان هو خايف على النادي الاهلي وعلى كل مبلغ او اي دولار ممكن ان هو يطلع. صحيح. مش في غير مكانه، لكن برضه لازم نبقى فاهمين ملف الشباب الصغير.
وشايف تأثيرهم أو شغلهم مع الفرقة عامل إزاي؟ يعني هو الراجل واضح جدا إنه مؤمن بالفرصة. شفنا كوكا بيلعب ماتشات كتير جدا أساسي وبيثبت نفسه، شفنا كريم الدبيس في ماتشات تانية، إدى لزعلوك بس مساحات صغيرة. بالنسبة لنا علامة استفهام كريستو، يعني إذا كان هو الراجل مؤمن جدا بالصغيرين ليه كريستو ما بياخدش فرصة زي دول؟ شايف الشباب ودورهم مع الأهلي إيه؟ وهل حد فيهم ممكن من وجهة نظرك يكون ليه دور في ماتش الأربعة ولا لأ؟ من وجهة نظري كراجل بشتغل في المهنة دي، الراجل بيدي بحذر وعايز يعمل النجم يديله في أحسن وقت وفي أحسن توقيت علشان النجم ده يظهر للناس بشكل جيد. لما نقول كوكا في ذاكرة الناس لعيب كويس ولا لأ؟ جدا. طب مين اللي وصلك لدي؟ كولر. بيديله في ماتشات وبيديله ثقة في ماتشات وبيخليه ويدفعه كثقة، ماتشات مهمة جدا وبيخليه يلعب ويأدي، فعلى طول قدمه للناس في صينية فضة كده حاجة جميلة بشكل بروزه رائع. يعني بروزه. طيب الدبيس لعبه في ماتش سيمبا هناك. سيمبا هناك كان نجم الماتش. هل دلوقتي لما يحتاجوا الناس هيبقى فيه ثقة ولا لا؟ فما بيديش بيدي كده زي الطبيب اللي بيدي الدواء كل 8 ساعات. انا كمدير فني بدل اللعيب، انا اديتك ماتش مهم وخارج الديار قدام 60,000 واثبتت وجودك، لما اجي اطلبك هنا في ماتش مهم في الدوري او في اي مناسبه لا هلاقيك. فما بيدفعش الا يعني كريستو اداله في اكتر من مباراه برضه حس ان برضه لسه ما تقدمش بالصوره اللي الناس تبقى مقتنعه بيه. انت عارف يا كابتن عادل، عموما يعني مش بس على الاهلي، ويهمني اسمع رايك فيها. انا كنت بتفرج على، انا اتكلمت على جود بيلينغهام ده وهو في دورتموند مثلا من سنتين ثلاثه، قلت لهم في نجم هيطلع في بروسيا في اوروبا اسمه جود بيلينغهام، وقد كان. السنه دي جود بيلينغهام بيلعب في ريال مدريد وهو نجم ريال مدريد، وهو مفتاح الفوز للريال في اغلب ماتشاته، جاب هدفين. جابها ده في الكلاسيكو، لكن اقصد اقول السيزون ده بتكلم على اهم نجم في الريال، كان في 20 سنه يا كابتن عادل. والراجل بتاع برشلونه اللي اسمه لامين يامال او الامين جمال، يعني هو اصول مغربي. 16 سنه يا كابتن عادل. بيدري وجابي طلعوا من لاماسيا 17 و18 سنه، كانوا بيلعبوا منتخب اسبانيا اول يا كابتن عادل. الحاجات دي ليه مش عندنا؟ يعني هل في فوارق قوي كده؟ لا، في النادي الاهلي موجوده. اه في النادي الاهلي على مدار الاجيال موجوده. انا كان معايا جيلين ثلاثه لعبوا في السن ده 17 سنه 18 سنه. ايوه. واثبتوا ولعبوا وراحوا كاس عالم، واللي راح واللي خد بطولات كتيره هشام حنف 18 سنه. وكذلك لعيبه كتيره طلعت من النادي الاهلي طول عمره. احنا لغايه 22 و23 يا كابتن بنقول عليهم شباب وناشئين. يعني لعيب يبقى عنده 22 سنه ولسه بنقول عليه من الناشئين. ده بيبقى برضه المنظومه ما هياش بقى النادي الاهلي. ايوه. عايزه تصليح كامل من الجدر، بحيث انك انت يبقى صحيح كل المقاومات شغاله بشكل صحيح جيد. يعني اكرم توفيق عودته في الماتش شفتها ازاي؟ وهل ممكن اكرم يكون ليه دور في ماتش الاربع ولا لسه شويه على اكرم توفيق؟ انا اسعد واحد لنزول اكرم في التوقيت ده، بيديله دفعه معنويه قويه جدا. اللي انا بتمناه، انا طبعا نفسي كنت اكلمه من فتره، لانه بعد الصليب الاولاني لما رجع كان عايز يعمل حاجه اكتر، كان بيحتفظ بالكره اكتر زياده شويه. ايوه. حصل الصليب الثاني. اللي انا بتمناه، انا خدت بقى درسين بقى. العب الكره السهله المباشره بتاعتك، ما تحاولش تعمل حاجات زياده، لانه اللي انت بتخش باندفاع وبقوه، فالخصم اللي قدامك مش هيلعب باخلاق زي ما انت بتلعب بالاخلاق. هتبص تلاقيه فين انت في كوره. أيوة. يروح داخل وخابط فيك. فانا العب الكره السهله بتاعتي. لعب امبارح اعتقد ربع ساعه وثلث ساعه، كان رائع يعني، قفل الحته دي. وحتى تاو ما كانش برضه بيرجع، بس هو قفلها. وفي نفس الوقت عمليه التغطيه، عمليه الكره العاليه، كل الامور ديت شغال عليها. وطبعا الراجل مش هيزقه في ماتش زي ده الا اذا كان متاكد ان هو، طبعا بيبقى فيه لياقه مباريات هو مش جاهز ليها. لكن انا بقول يمكن بنسبه مش قليله هيبتدي بيه الماتش اللي جاي. لانك انت الماتش اللي جاي انت بتهاجم كويس قوي وهتدافع كويس قوي. ايوه. هو الراجل احنا شفنا كورته كده،
مش انا متوقع حاجه، ده هو اصلا بيعملها بقاله سنه. ده هي حاجه كويس فيه بصراحه، انه الراجل كورته هي اللي الجمهور الاهلي عايزها. بيلعب كره فيها استحواذ، فيها اختراقات من العمق، فيها كرات عرضيه، لما بيلاقي حسين بيروح قاطع ويروح لعيبها لتاو او لعيبها الكهرباء، تاو لما بيقطع بيروح لعيبها لحسين. احنا بشوفنا جوال بالشكل ده، وشوفنا عمليات اختراقات، وشوفنا عمليات كرات عرضيه على الارض. يعني امبارح طاهر راح بواحده وراح يعني لعبها بالعرض، وويليام صدق المفروض المفروض يلعبها لعلي معلول. علي معلول كان بره، هو لعبها على يعني في الحته الصغيره، يعني كان ممكن يطلعها بره لعلي معلول، كانت تبقى هدف اكيد 100%. صحيح. هبعد عن الكره شويه، عندي نقطتين مهمين جدا. فكره الاعداد النفسي والذهني للمباراه بعيدا عن التكتيك والخطه والاسماء، فكره انك انت تشحن بطاريات وتجهز لعيبتك للماتش ده، شايفها ازاي؟ وهربط ده بدور الجمهور، يعني حتى لو ليك حساب ده مش وقت حساب، احنا قدامنا 48 ساعه مهمه جدا، واللي خلص شوط واحد لسه الشوط الثاني محدش عارف نتيجته ايه، وبالتالي الحساب يبقى بعد معلش الماتش سمير. مش ولا هيبقى في حساب ولا هيبقى في حساب. انا داخل بطوله الدوري الافريقي، انا داخله علشان ده حاجه بتتعمل كتجربه، وبتتعمل بطريقه عشوائيه وبطريقه ما فيهاش اي علم. بلعب في جنوب افريقيا بعد 48 ساعه، بلعب وانا راجع عامل 20 ساعه. مين اي تفكير واحد يعني بيفكر علمي انه يعمل الكلام ده؟ هي بطوله بتتعمل علشان اوروبا ما نجحتش فيها، فاحنا بنجربها عندنا في افريقيا. طب ما تعملها مجمعه. ايوه يعني لو انت بقى عايز يعني، طب اعملها في مصر مثلا كمجمعه، زي البطوله العربيه يعني مثلا ما بتتعمل، او بطوله امم افريقيا يعني. وتتجنب الكلام ده ويعني اعملها مجمعه. أيوة. انما انا تنزانيا وراجع من تنزانيا جنوب افريقيا يعني. ايوه القاره كمان مسافات فيها مش زي اوروبا سهل ان انا اروح لاقي دوله 10 ساعات. وبعدين أيوة. انت لعيبه جايه من المنتخب، وبعدين عندك دوري بيتاجل لك ماتشات. فيعني الامور دي كلها ما هياش في الصالح العام حتى لسلامه اللاعبين. في حته مهمه جدا، سؤالك رائع بصراحه. المدير الفني بيبقى عليه دور، بس اللعيبه عليها الدور الاكبر. الجمهور بيقوم بدوره على اكمل ما يجوه، على اكمل ما يعني ما احنا نتمنى يعني. الجمهور بيجي يعني ساعات بسمع يقول لك الجمهور يجي. الجمهور يا اخي هيجي والله. يعني لو قال 100,000 لو قال 200,000 الجمهور هيجي. الجمهور بتاع النادي الاهلي ما مش مستني حد يقول له تعالى. ادي نقطه. فالجمهور دوره الحمد لله تمام. طيب المدير الفني برضه نفس القصه، الشحن والحاجات دي ما بيشحنش، بيتكلم فني. اللعيب عليها دور، يقعدوا مع بعض. كل تاريخ النادي الاهلي لم يحدث انك دايما اللعيبه مع بعض، سواء في المنتخب او في النادي الاهلي. مهم جدا اللعيبه تقعد مع بعض ويبقى فيه لغه. يعني انا الكوره بتاعت رامي اللي اتعمل فين هاني؟ فين هاني؟ بكلمه اقول له يا رامي خد بالك تكير وراك خطوه. بمناسبه رامي وهاني لازم اقول برضو منعم والشناوي محتاجين يعني يتكلموا مع بعض. منعم والشناوي في الماتشين الاخير في لقطتين ظهر انه ما فيش تفاهم بينهم وبين بعض، ودي نقطه في منتهى الاهميه. لازم نتكلم مع صحيح. بعض. صحيح. عايز بس اقف مع نقطه مهمه جدا في الماتش اللي جاي ده. امبارح في 180 دقيقه شفت فن تعامل لعيبه سان داونز مع الحكم، وشفت مدرسه شمال افريقيا متمثله في الترجي وفي الوداد ازاي بيتعاملوا مع الحكم، وازاي بيضغطوا عليه، وازاي على الاقل انا مش بتكلم عشان تاثر على الحكم او تاخد حاجه مش حقك، لكن على الاقل عشان تاخد حقك. احنا في ماتش سيمبا لينا ضربه جزاء، وفي ماتش سيمبا لينا هدف ملغي وهو هدف صحيح، وفي ماتش اتحاد العاصمه لينا ضربه جزاء، وفي ماتش وهدف صحيح، وامبارح لينا ضربه جزاء برضو ما اتحسبتش يا كابتن عادل. هل في تقصير من عندنا احنا كجهاز ولاعيبه في التعامل مع الحكم، ولا قصه شايف، ولا احنا مفترض نبقى اجريسيف زي ما الناس؟ انا شفت لعيبه امبارح بتتكلم مع الحكم، لو اي حكم طبيعي ممكن يطلع له على الاقل كارت اصفر. شفنا امين عمر امبارح، انت جايب حكام مصريين على اعلى مستوى كلهم بما فيهم في الفار محمد عادل والجهاز كله تقريبا عاشور اظن ومحمد عادل يمكن مش وبعدين اسمه ايه ده الحكم الرابع
الحكم الرابع الراجل البنا، محمود بنا، محمود البنا. الجهاز كله كله خبرات دوليه على اعلى مستوى. انت ماتشك مع سان داونز جايب واحد لسه يعني صحيح في الروضه، وبعدين القعد على الفار، وبعدين والله انها فيها مؤامره من 2017. الماتشات بتاعتنا كلها جايبين لك حكام يعني والفار مش شغال، يعني لابد يبقى فيه وقفه، لان ده حرام، ده جهد وعرق مستكترين على النادي الاهلي انه بياخد بطولات. يعني رجاء العب بشرف وخد البطوله، انما الاسلوب ده اسلوب رخيص جدا، مش كويس. صحيح. بشكرك كابتن عادل، نورتنا، ثقتنا كبيره جدا. انا واثق باذن الله، حتى لو ما كنتش راضي عن الشكل اللي ظهر بيه النادي الاهلي، فالنتيجه اللي اتحققت نتيجه كويسه جدا تقدر تبني عليها، وكل ثقه ان شاء الله باذن الله الاهلي في ملعبه وسط جمهوره قادر يعدي اي فريق في افريقيا مش بس سان داونز. بكره ليا لقاء ما قبل المباراه، هنقرب اكتر من السيناريو، هنتكلم اكتر في التكتيك اللي هيفكر فيه رولاني مكوينا مدير فني سان داونز، وكيف سيفكر مارسيل كولر في مواجهه الاربعه. بشكر حضراتكم على المتابعه، تحياتي ليكم.